تفضلوا استريحوا. يباركنا في هذا المساء المبارك نيافة الحبر الجليل الأنبا إلاريون أسقف البحر الأحمر وتوابعها. ربنا يديم لنا حبرية سيدنا ويباركنا ويذكرنا دايما في صلواته ويفرحنا، وخاصة وإحنا في نهضة أمنا العذراء بركة شفاعتها وقوتها ومعونتها ومحبتها، فلتكن معنا أمين. ربنا يخلينا سيدنا، اذكرنا في صلواتك يا سيدنا. باسم الآب والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوان وإلى دهر الدور كلها أمين. هنقرأ مع بعض بنعمة ربنا عدد آيات من سفر أشعياء الأول وبعد كده من سفر الجامعة. من أشعياء إصحاح 30 آية 15 بيقول: لأن هكذا قال السيد رب قدوس إسرائيل، بالرجوع والسكون تخلصون وبالهدوء تكون، بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم. ومن الجامعة إصحاح 10 آية 4 تقول: وإن صعدت عليك روح المتسلط فلا تترك مكانك، لأن الهدوء يسكن خطايا عظيمة. في البداية أحبائي أشكر إلهي، أشكر الآباء، أب من الأبهات العظماء كنيسة الملك هنا في شيراتون، دعوني وكرموني إن أنا آجي هذا المكان المقدس. لسه بحكي مع أبونا أنجيلوس في الهيكل بقول له شرف لأي واحد فينا أن يصلي في هذا المكان المملوء سلام ومملوء هدوء ومملوء قداسة، وعلى اسم أمنا ستنا العذراء، على اسم الملاك المخائيل العظيم. فأشكر إلهي على هذه الدعوة، أشكر الآباء على هذه الدعوة. طبعا كل سنة وأنتم طيبين. صوم العذراء قرب خلاص ينتهي، واتعلمنا من الآباء وتعلمنا في الدير، في دير البراموس. أنا راهب من الرهبان في دير البراموس، إن كل يوم نتأمل تأمل جديد في حياة الست العذراء، مرة في حياتها، مرة في سلوكياتها، مرة في عبارات فمها، مرة في احتمالها للظلم، مرة في السكينة اللي عاشت فيها، مرة في الهدوء اللي عاشت بيه، مرات مرات تأملات تأملات. ولكن تجد ان صوم العذراء زي ما بقول كتير صوم قصير لكنه كبير، 15 يوم صحيح لكنه عظيم جدا جدا، درجة ناس كتير تتلون بألوان كتيرة في النسك، يعني نسكياتها تزيد فيها، حتى لدرجة في ناس صوم أسبوع زيادة قبل الصيام يبدأ، في ناس تصوم بالمية والملح، ألوان كتيرة في الصيامات. لو احنا بقى خدنا النهج ده لو احنا خدنا المنهج ده هوت وتأملنا في سلوكيات وسلوك العذراء وفضائلها، تجد ان الأيام تخلص والصوم يحتاج صوم، ومن سنة لسنة تبقى عندك ذخيرة وخزنة من السلوكيات تنفعنا في حياتنا. كتير مع اخواتكم اتكلمنا على سلوكيات العذراء، اتكلمنا على صمتها، اتكلمنا على صبرها، اتكلمنا على مجدها. النهاردة يا ترى نتكلم عن ايه؟ من الايات اللي اتكلمنا فيها من شوية في اشعياء
30 15 او جامعه 10 4، بقصد اقول الشواهد او بقصد اقول تاني عشان لما نروح اول حاجه نعملها نجيب الكتاب المقدس ونقرا سفر اشعياء 30 اصحاح 30 بالكامل، وسفر الجامعه اصحاح 10 بالكامل. النهارده اتكلمنا عن الهدوء، لما اشعياء يقول بالهدوء والطمانينه تكون قوتكم، ولما الجامعه تقول لو صعد عليك فكر لتبرح من مكانك، لان بالهدوء خطايا كتيره تسكت وتتخلص منها. في البدايه هنعرف قيمه الهدوء عند الاباء وعند العلماء، وبعدين نبدا نشوف عند العذراء، ونختم ازاي احنا بقى نعيش بالمنهج دوت. بص، حد من الاباء بيقول الهدوء يحتاج الى الكثير، اما الضجيج يكفي لاتقان وان تمتلك موهبه الصراخ. عشان تتعلم الهدوء عايز كتير قوي، انما الضجيج تعلم حاجه واحده بس، ازاي تصرخ. وبتلاقوا حاجات زي كده في الناس، ان في ناس حتى في صوتها، حتى في ضحكتها، حتى اثناء نومه وبيتكلم اثناء نومه تلاقيه بيصرخ. في صراخ، في صراع جواه. انما عشان تتعلم الهدوء ما تلاقوش بالساهل عند حد، او ما تتعلموش بحد بالساهل. طبعا الهدوء يسبقه صمت، انما مش كل الصامت هادئ، انما كل الهادئ صامت. يقولوا برضو الاباء الارض صامته، لكن تحت الارض ايه؟ ضجيج، زلزال بيحصل، بركان يحصل. يقولوا برضو تاني البحر هادئ، قصدي البحر صامت، لكن جوه البحر ايه؟ عالم كبير، عالم، واحنا كلنا نحب ندرسه ونتفرج عليه. علشان كده مش كل هادئ او مش كل صامت هادئ، ولكن كل هادئ صامت. قالوا الاباء برضو عندما تعتاد روحك على الهدوء يصبح الضجيج تعذيب لها. لما الواحد مننا يتعلم الهدوء تبص تلاقي الضجيج عذاب لها. واثبتوا الكلام ده الاباء الرهبان. مره ابو مقار راح زار واحد من الرهبان، طول ما هو قاعد يتكلم معاه، طول ما هو قاعد يتكلم معاه في دوشه. فاخيرا ساله هي الدوشه دي ايه؟ قال له لا تخف يا ابي، جنبي شجره فروعها بتتحرك، ساعات العصافير تيجي تسكن فوقيها. تخيلوا ان صوت العصفور سبب ضجيج للقديس ابو مقر. شفتوا قد ايه السكينه والهدوء اللي عايش فيه؟ عشان كده اللي اتعود على الهدوء تجد الضجيج ده كانك بتعذب الواحد الهادئ. يقول حد تاني في الهدوء نعيم وفي الصمت حياه، انما بين الاثنين لا احد ان يدركه، بين الهدوء والصمت زي ما قلنا من شويه. حاجه اخيره اتكلم فيها عن الهدوء، بيقول التفكير الهادي، لان انا قاصد الكلام ده كله، التفكير الهادي البالغ اقصى درجات الهدوء خير من القرارات اليائسة. الحبة اللي احنا قلناهم دول اتعودنا على الهدوء وعرفناه واهميته وضروريته. تعالوا نشوف الهدوء اللي صاحب الست العذراء بقى. اولا لما العذراء اتندرت وراحت الكنيسة الهيكل يعني، وقعدت تغسل وتنظف الاماكن، كان دورها كده، كان دور الست العذراء كده، خدامه تغسل طون الكهنه بعد الذبايح، تغسل التشوط، تغسل طرقات الهيكل عشان بكره في ذبايح من جديد. فكانتش مرتاحه. شويه شويه بدات تفهم هي هنا ليه، لان ابوها وامها ندروها.
حفظت الهدوء وما تكلمتش، حفظت الهدوء وما تكلمتش. وخلي بالكو هي ما كبتتش نفسيها، لان هي كان في ايديها تخرج. ليه؟ لان كان بيجي لها زوار، الكهنه اللي كانوا بيجوها عارفين اصلها وفصلها. يمكن هي ما تعرفش بيتها، ما تفتكرهوش، كانت ممكن تقول لحد من الكهنه خدني لو سمحت روحني في الحته الفلانيه، لكنها ما عملتش كده. يا دوبي تسمي، يا دوبي عندك فرصة. فالست العذراء كان عندها فرص كتير انها تخرج، ايه اللي ما يخليهاش تخرج؟ هدوءها. بعد شويه جم قالوا لها سنك خلاص تجاوز زمن الهيكل ولازم تخرجي. كان ممكن تقول لهم خلاص الافراج هخرج ودوني في البيت الفلاني في العيشه الفلانيه. كلنا عارفين ان باباها ومامتها ماتوا اثناء وجودها في الهيكل، هي لما خرجت ما كانش بابا وماما والدها ووالدتها عايشين، لكنها برضو اتعلمت الهدوء، اتعلمت السكون، اتعلمت من قرايتها في الكتاب المقدس في الناموس اللي موجود ساعتها، اتلمذت على ايديه، شبعت هدوء. برضو ما اتكلمتش، وقفت تتفرج وتنظر، لقت ان هي لازم تروح تبقى خدامه عند يوسف النجار. قبلت، راحت تعيش العيشه اللي عاشتها في الهيكل، تصلي وتسبح، واثناء صلاتها ظهر لها الملاك. وفي عز البشاره المفرحه، ليكم ان تتخيلوا، حطوا نفسكم كده مطرح العذراء، والملاك جاي يقول لها مبروك، العذارى اللي مشوا قبليكم دول جيل، وانت النهارده اللي هتفوزي بمخلص العالم هيتولد من بطنك. مين يقتبل هذه البشاره ويصمت؟ احنا لسه في الزفه من شويه كنا بنزغرت فرحانين سعداء. ادي الست العذراء في هدوءها الكامل اقتبلت البشاره المفرحه المخلصه للعالم كله. حتى كانت ممكن تقول ايه، هبلغ البنات اللي لسه عشمانين اكمنهم عذارى ومنتظرين النبوه اللي قال عذراء تحبل، هبلغهم حولهم خلاص خلاص النور جه عندي، البشاره جات لي، انا خلاص انا صاحبه البشاره، خلاص انا العذراء اللي بيدور عليها ان الانبياء، انا العذراء اللي اتكتب عني في النبوات. ولا فتحت بقها. لو هي تتعلم الصمت فقط كان زمان جواها مكنه بتتحرك، وكان زمان لسانها فرط منه الخبر، انما ده جواها هدوء، مش بس صمت، هدوء يصنع الصمت. وهنا هنقف شويه صغيره. يلا مين فينا بقى لما يقتبل بشاره زي دي او يقتبل خبر، هدوءه يغلب صمته يغلب فرحته، او هدوءه يغلب صمته يغلب حزنه اذا اقتبلت خبر محزن؟ انما انا لو اقتبلت خبر محزن ممكن اعمل اي شيء. خبر محزن ممكن اعيط، ممكن اصرخ. لا، النهارده بقى ستكم كلكم وستي انا الاصل وامنا كلنا وامي العذراء جايه تتكلم معاكم النهارده، تقول لكم شفتوا بقى الهدوء هيخليكم تعيشوا ازاي. بدون الهدوء لا تستطيع الصمت، حتى لا تستطيع الاحتمال. بدون الهدوء لا تستطيع الفرحه، تحتمل الفرحه. بدون الهدوء لا تستطيع تحتمل الحزن. انما الانسان الهادئ الوديع المملوء طمانينه يكون قوي جدا. تقول له عيط، تقول لها عيطي، خرجي اللي جواكي، طول ما انت ساكته كده في خطر عليكي، بقى انت كابته نفسك، طب عيط. تبص له او يبص لك، تبص لك او تبص لي، تقول لي او تقول لك عيط ليه؟ انا فرحانه. فرحانه؟ لا، انا ادق من فرحانه، انا شبعانه.
أنا هادئة، أنا مطمئنة جدا، مطمئن جدا، هادئ جدا. نكمل حياة العذراء. بعد شوية اقتبلت خلاص البشارة والملاك مشى أو مشي. كان ممكن تروح تقول يوسف النجار ده الراجل بتاعها، ده المفروض في عرف شريعة اليهودية ده جوزها، لأن المخطوبين في عرف المتزوجين يتمتعوا بكل الصفات وكل الأحقيات عدا الاختلاط الجسدي لسه عشان ما تجوزوش. إنما الباقي يعني عشان يفك الخطوبة لازم يبقى في محفل، لازم يديها كتاب طلاق، لازم يكون قدام الجميع معلن. لو هو مات تورثه، ولو العكس فهي ده جزء برضو. ما قالتش ليه يا عذراء ما تكلمتيش، ليه يا أمي؟ أصل أنا هادية، أنا تعلمت كده، أصل أنا أتقنت الهدوء والصمت كان نتيجة من نتائج الهدوء، مش أنا صامت والصمت بيحاول يعلمني الهدوء. عمر الصمت ما يعلمك الهدوء، خلي بالك الصمت جيد جدا، اتأملنا فيه امبارح، اتأملنا فيه امبارح، يقول لك أذن الصامت تترجم أسرار الله، فم الصامت ينطق بأسرار الله، تستدل على رجل الله من صمته. ايه عظمة الصمت ديت؟ اصل هي بادية بالهدوء، تجد الاماكن الديرية الاديرة هادية جدا، ويقولون هناك في الدير النظر الى القفر يميت الحواس، النظر الى القفر يعطي بقى موت للحاسة، هدوء، تخاف تتكلم، حتى تخاف تصلي بصوت عالي في المزامير تزعج اخوك اللي ساكن جنبك، مفيش صوت. ده حتى ابو مقر قال لك اشتكى من صوت الضجيج بتاع العصفور او صوت الهواء اللي بيروح ويجي كده على فرع الشجر. هكذا الست العذراء ما كلمتش، سكتت. بعد شويه الحبل بدا يظهر، دافع عن نفسك، يلا بقول طب ما تقول لهمش البشاره، قول لهم النجاة، نجي نفسك، هتترجمي بالحجاره ويتحكم عليكي. وفعلا كان يوسف النجار بدأ خلاص حيران، واتكلمنا برضه في مرة مرات ان يوسف النجار كان واقع تحت حيرة تكاد تكون ذبح، كان ذبيح الحيرة، حيران. يقول كده يعقوب السروجي، انسانة هادئة لكن بطنها متحركة، انسانة عاقلة لكن العقل يرفض هذا الوضع. يعقوب السروجي يقول كده. يوحنا فم الذهب مدح يوسف النجار في اللحظة دي وقال ان الملاك جالها في رؤية، جاله اختيت في حلم. ويوحنا فم الذهب فسر ليه ما جالهوش في رؤية، الملاك جال العذراء في رؤية. ايه الفرق بين الرؤية والحلم؟ الرؤية في حوار، هات وخد، وست العذراء اتكلمت مع الملاك عشان يلقن المستمع الايمان بتاع الرؤية، إنما عشان ربنا عارف إيمان يوسف ظهر له في حلم وقال له ما تخافش، دي مراتك اللي موجود في بطنها ده اللي بيتحرك رغم إنها هادئة، اللي هو عقلك رفضه لكنها أنت شايفها عاقلة، ده الروح القدس. وعلشان كده هو قبل الحلم ونفذ الكلام. فجي في لحظة بدأ يوسف يحتار جداً، وبدأت هي برضه تبص له، يبص لها هي تبص له، ما هي اتعلمت الهدوء والهدوء علمها الصمت، الهدوء يزكي الصمت والصمت يديم الهدوء. عارفين العبارة اللي قالها الآباء دي؟ الآباء قالوها ازاي؟ قال كده، الجهاد يزكي النعمة والنعمة تديم الجهاد. يعني لما تجاهد ربنا يديك نعم، ولما ربنا يديك نعم تكمل تجاهد. الصمت، لا مش الصمت، الهدوء يزكي الصمت، يعلمك الصمت، ولما تتعلم الصمت تداوم الهدوء. بعد شوية جه الملاك وقال ليوسف خلاص ضمها ليك، خلاص عاشت عنده 9 شهور ولدت خلاص. جالها خبر ان لازم نسافر، لازم نهرب. طب تهرب ليه؟ ما كانت ممكن تقول يوسف تهرب ليه؟
ليه نهرب؟ ده اللي في ايدينا، ده مخلص العالم. روح قل للناموسيين والكتب والفرسين اقروا عنه واعرفوا، حطوا لي حراسة على الباب، ده انا في ايدي مخلص العالم. برضو هديت وصمتت، اخدت مشوار زي ما احنا عارفين من فين لفين، هي طائعة. ارجع تاني لسلوكنا بقى. في الاول لما كنا مظلومين او لما كنا فرحانين او حزانة، اتعلمنا ازاي نصمت عشان نقبل، ونتعلم ازاي رد فعلنا يكون هادئ عشان هو شبعان مطمن. طيب تعالوا بقى نطلع لدرجة تانية، واحنا اعلى، واحنا كتير بنقع فيها، غير ان تقتبل خبر مفرح او خبر محزن. ايه رأيك لما تقتبل ان انت النهاردة اتظلمت في الشغل، حد مضى مطرحك وحد تاني جميل زيك جاب لك الورقة اللي فيها الامضة اللي هي المزورة، واصبح تحت ايدك مستند التزوير، ماذا تجاوب في هذه اللحظة؟ تجاوب تقول ايه؟ اظن الدنيا ما تقعدش، لا يمكن. وبعض الاحيان انصحك انا واقول لك دور على حقك، انما المفروض يحصل ايه في البداية؟ يحصل ايه؟ الست العذراء اهي امتدحت لم تفتح فاها، اتظلمت من جوزها لم تفتح فاها مع المستند بتاعها. المستند تجسد، سيد المسيح تجسد وتأنس، خلاص بقى طفل في ايديها، دي ممكن ترفعه تقول لهم اهو، وعلاماته اهي، وهدايا المجوس اهو، والرعاه شافوا والمجوس شافوا وراحوا قالوا في ملك عندك النهاردة اتولد. ادي المستندات اللي في ايد حضرتك وفي حضرتي. انما قالت ايه العذراء لما اتظلمت؟ انزل الاعزاء من على الكراسي ورفع ايه؟ المتضعين. الانبا انطونيوس مره هو بيتمشى لقى فخاخ كتير مرصوبه في الارض، فاستغرب، صرخ، قال مين يهرب من هذه الفخاخ؟ صوت ربنا قال له المتضعون. طب مين يهرب بقى من مستند وهو في ايدك كده؟ ممكن تشنق به واحد تاني عشان تتصرف صح. في البداية لازم تكون أتقنت الهدوء. واحد يزقك يلا روح اتحرك، تقول له حاضر حاضر، نتأنى. الضرر لمسك هيلمسك، حاضر حاضر هتحرك. يا ابوي عليك يومك بسنة، خليك لغاية ما ياخدوك يحطوك في اللي في اللي كذا او اللي كذا، حاضر. لكن انت اثناء ما انت بتقول حاضر بتعمل ايه؟ تقول له يا ربي عاجز انا، عاجز انا، انا مش عارف اتصرف، اتصرف انت يا رب. يجي لك بابا يسوع يقول لك ايه؟ اقوم الان، اقوم الان. تلاقي ظرف اتدبرت ومش من عن طريقك خالص، الامر اعلن والامر اتفتش والادانة وقعت على ظالمك وبدأوا ينادوا عليك ويقولوا لك كتير. طبعا هم بيسمعوا مني دلوقتي الكلام، يقولوا لي يا سيدنا ده كلام مثالي لا يمكن يعيش او تعيش حد يعيشه. انا بقى النهارده بقول لك ست العذراء، عايزه ادوقك ازاي تكون مظلوم وتحتفظ بهدوءك، وان حتى دفعت عن نفسك بهدوء وبطمانينه علشان تكون قوي في دفاعك عن نفسك. العكس بالعكس، لما اكون انا مدان واعمل ضجيج واقول له يا راجل ده انت غلطان، يقول لي اسكت، ما لو انا عملتش كده ياكلوني، لو ما عملتش كده هيجوا يفتشوا عليا، لو ما عملتش كده وتصرف واثنين وثلاثه هيكتشفوا ان انا الغلطان. وده اللي انا اقصده بقى حقيقي، لما يكون انا فعلا غلطان وانا اللي اكون عندي ضجيج. هذا هو الهدوء وهذا هو الصمت يا احبائي، الصمت المملوء هدوء والهدوء المولد للصمت. تعال نتعلم بس النهاردة الهدوء، والهدوء هيعلمك كل حاجة. يقول لك في الدير اقعد في القلاية، القلاية تعلمك كل حاجة. اتعلم بس الهدوء، ان امتدحت هتلاقي نفسك هادئ، ان اتظلمت تلاقي نفسك هادئ، ان حتى غلطت هتلاقي نفسك هادئ، تعرف تفكر، تعرف تدبر امرك، تعرف تدافع عن نفسك. كتير مننا محاميين
وتقول للمحامي انت ازاي هتطلع الاخ المدان ده من الموضوع ده هوت. يقول لك لازم نفكر بهدوء، القانون فيه ثغرات، القانون فيه تصرفات. عارف لو محامي عصبي، محامي مش على بعضه، تقع بيه على طول ويقع بيك وتلومه، يقول لك ما نعمل لك ايه، ما عرفتش. ده حتى المحامي الهادئ وانت غلطان ممكن يساعدك. الهدوء يا حبايبي مهم جدا، الهدوء في اقتبال الامر. ماما في البيت دخلت عليها بنتها بتقول لها خبر يخص سلوكها، يا ماما حصل كذا 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 كذا. طبعا احنا اتفقنا استقبال الخبر هدوء شكله ايه. طيب بعد شوية البنت خلاص ائتمنت ماما، وماما دخلت يمين والبنت دخلت شمال. خبط شوية، بعد شوية بابا دخل البيت، تبص تلاقي البنت باب اوضتها بيخبط، تلاقي بابا داخل يزعق، ايه ده ايه ده. البنت تعمل ايه في اللحظة دي؟ تزهق وتزعل، وإن عملت أي تصرف تكون معذورة، لأن هي زعلت من ماما بسرعة. قلت لبابا طب ما قلتليش ليه أقول لبابا، كنت أنا اللي أقول له لنفسي بنفسي. طب ما أنت قلتيلي حاضر هنصلي، ليه بسرعة رحتي قلتي لبابا؟ ما هو أصل برضه بابا لما يجي يقتبل خبر لازم بابا برضه بالهدوء يقبل الخبر ويصمت. بعض الأحيان أجي أتكلم معاك تقولي إيه ده حصل إيه؟ أقول لك بس بس حاسب حاسب حاسب، أنا لسه بتكلم معاك، الناس هتسمعنا، ما يعرفوش من الخبر من صوتك يعرفوه، اهدى. وكتير الاباء يقعوا في حاجات زي كده او يقابلوا حاجات زي كده، لما يجي يحكي لك خبر مثلا بعيد عننا، بنت من بناتنا طلعت بماده في سنه من السنين، وماما مش قادره تقول لبابا، تروح ماما منديه ابونا، تعال يا ابونا قول لباباها الخبر ده. ابونا هادئ جدا اقتبل الامر، رايح يعلم الأب هدوء عشان يقتبل أمر صعب. لو الأب ده بقى مش هادئ، أبونا يتعب معاه خالص، وممكن قوي الأب ده يتكلم مع أبونا بهدوء ويقنعه بالهدوء، أبونا يمشي، الأب يطلع يقضي على البيت باللي فيه كله. الحاجات دي كلنا عشناها ووارد إن احنا نعيشها. طب مين ينجينا من الفخاخ دي كلها؟ الست العذراء النهاردة بتتكلم معانا وتقول لنا هدوء وطمأنينة عشان تكونوا أقوياء في الحزن أو في الفرح، في الظلم أو في الغلط. وإن غلطت خليك هادئ، احتفظ بهدوءك، حاول تدافع عن نفسك بهدوء، تقتبل الحكم بهدوء. شماس غلط في الكنيسة، جه أبونا لسه بيعاتبه، شماس مش هادي، زعق، أبونا طبطب عليه، طلع ولقى والده جوه بره في الكنيسة، يا أبو فلان تعال عشان أقولك على حاجة. تلاقي أبو فلان زعق، ابني متربي، ابني ما يعملش كده، ابني أنا اللي معلمه، لا لا ده تلاقي مين قال، مين قال عليه، مين قال له إيه. أبونا يقف حيران، هو ما فيش حد هادي في البلد دي ولا إيه؟ بالأكتر لو أبونا حظه كان أسعد، مش اسمه أسعد، هو حظه اللي أسعد، وقابل مامته تصرخ أكتر، إزاي يا أبونا تقول عليه كده؟ ده ابني زعل ومش هنيجي الكنيسة دي تاني. ياه ليه يا حبايبي بس؟ تعالى أنت